إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد الوسط الفني في الساعات الأولى من صباح اليوم المطرب الشعبي الشهير اللي خاض أشهر الأغاني مع حكيم وكون فرقة أنغام وكمان مثل مع فيفي عبده. رحل عن عالمنا المطرب الشعبي صاحب أغنية أعمل لك إيه أحمد الشوكي. يمكن أغلبنا ما يعرفش اسمه، ولكن أغانيه اتربينا عليها وكلنا حافظينها. وتم تشييع جنازته بعد صلاة الجمعة في بني مزار المنيا، لأنه مولود في المنيا، ووقت ما ابتدى يغني والده رفض مهنة الغنى دي تماما، ووقتها فضل يغني في الأرياف عشان محدش يعرفه، ولكن ابتدى مشواره الفني سنة 1985، وتقريبا ابتدى في نفس الوقت مع المطرب حكيم وصديقه المقرب، وقعدوا مع بعض حوالي 8 سنين في فرقة اسمها أنغام، ولكن هم انفصلوا لما كل واحد قدم أغاني منفردة لوحده. وعاوز أقول لكم أني أحمد الشوكي كان من نجوم الأغنية الشعبية في فترة التسعينات، ورغم غيابه الإعلامي وعدم ظهوره في برامج كتير إلا أنه هو استمر في إحياء الحفلات وطرح الأغاني، واللي كانت أبرزهم أغنية أعمل لك إيه سنة 1991، ووقتها حققت نجاح كبير ولحد دلوقتي لسه بتشتغل في الأفراح. ياريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة.